اهلا بحضراتكم مره تانية في الرومونتادا، ومعايا ضيفي طبعا جده. ونخرج بره الدوري المصري شويه ونطلع للدوري العراقي. والحقيقه واحد من ابناء نادي الزمالك المخلصين بيتالق خارج البلاد وبيتالق في العراق، وبيفوز مع الشرطه العراقي بالدوري قبل ما يخلص بسبع جولات كامله. واحد من المدربين المميزين جدا اللي اعاد اكتشاف نفسه مره تانية في الدوري العراقي. بنقول له الف مبروك كابتن مؤمن سليمان. كابتن مؤمن مساء الخير. مساء النور. ازيك يا ميدو؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كسون طيب؟ كسون طيب يا غبي. الف مبروك الاول. كل سنه وانت طيب يا ميدو. الف مبروك. الف مبروك جدا على المقدمه. دوري صعب يا كابتن، وان انت تخلص الدوري قبل انتهائه بسبع جولات كامله اكيد انجاز غير المسبوق. وعايز اعرف من حضرتك يعني ردود الفعل في العراق ايه على التتويج بالبطوله دي؟ والله يا الحمد لله. طبعا زي ما حضرتك قلت دلوقتي الدوري صعب جدا، و20 فريق في الدوري، وكمان كان في تجمعات للمنتخب، فده تطلب ان احنا نلعب كل 3 ايام ماتش طول الوقت تقريبا. كان في اجازات طويله شويه ساعه تجمع المنتخبات، لكن بعد كده بيبقى دايما كل 4 ايام كل 5 ايام دوري 38 مباراه، فكان لازم الضغط بالشكل دوت. والحمد لله ردود الافعال قويه جدا، لان الحمد لله رب احنا تقريبا يعني عملنا كل الارقام جديده بالنسبه للدوري، سواء بنهايته قبل الدوري سبع اسابيع، سواء بعدد الاهداف اللي احنا جبناها، سواء بعدد الاهداف اللي دخلت فينا. لاول مره من فتره طويله جدا الشرطه بتغلب على الفرق الجماهيريه كامله. لاول مره فريق بيتغلب على 19 فريق في الجوله ال 25، كنا كسبنا 19 فريق اللي في الدوري. فالحمد لله دي كل ارقام ايجابيه اتقابلت بصدى كبير جدا جوه العراق يعني. والحمد لله كل الجمهور حتى المنافس، طبعا جمهور الشرطه في منتهى السعاده، لكن كمان جمهور العراق بشكل عام يعني الحمد لله مبسوط جدا باللحظه. الف مبروك يا كابتن. بطوله طبعا صعبه، وانا عارف ان دايما الدوري العراقي دوري قوي جدا وفيه فرق قويه جدا.